قومي يا الله ويا رحمانو يا رحيمو يلا على بابك يا يا كريم. ايش كوم؟ كريم يا هذا شنو يا كريم، ما خاب طلابك يا كريم. ايش كوم؟ يا شبي اصوى حبي حسبي عليك حسبي عليك، كل ما شفت ذا تذكرت ذاك. كل ما شفت ذا ذكرتك. هذا من اللي للحين يشريهن ذولي. دموع عيني حولت فوق خدي على طالنا على شان غالي، طاحت دموعي غصب ما هو ودي. الود ود معوض يا ابو شايع، عوض عوض يا رجل. نبي قهوة، نبي شاي، نبي حياة. ابشر والله بالقهوة يا ابن الرجال. ارحب يا شباب يا حبيبي. الله يسامح ضيعتني من يديك، قلت لك لا تخليني وخليتني. الله يسامحك ضيعتني من يديك، قلت لك لا تخليني وخليتني. اصحى يا نايم وحد الدايم، اصحى يا نايم وحد الدايم. وهذا ايش مطلعه وهذا وش جابه؟ هذا ما يدري. اخذ له عسه عسه لا عسه يا ابو هشام، ترى العلم عندنا. لا 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 تجي، تكفى 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 يا رجل. لا 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 لا. لما نستشهد بالروح الجنة، لما نستشهد بالروح الجنة، لا تقول علينا صغار وبهالعيشة صرنا كبار. علمتنا شو معنى الطفولة، علمتنا شو يعني الطفولة. لو تعطونا الدنيا وما لا لا ما تنسينا، لا لا بلادي ودمي كرمالا. من غير فلسطين شو يعني طفولة، من غير فلسطين شو يعني طفولة. لا لا تقول علينا صغار من هالعيشة صرنا كبار. لا 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 يعني طفولة. علمت وليد مرة قالوا كيف عصومي ووليد مرة راحوا عبيت الجيران، لعبوا فرحوا وزاروا السحاب ما شافون من زمان. ولما راحوا على البيت زاروا الماما والبابا، وتيابو كانت يبا منفوخة، شو خبوا جوا تيابو. والله من اذكر الكلب حقهم عز الله. هذا مو كلب، كلب ذاك. علي علي احنا صغار نشوفهم والحين نشوف اكبر منه تزوجوا. اعرسوا شفتهم يا ودي وابرثوا. فهد والله ما تنام فهد، والله ما تروح، والله ما تروح. يا الله زايد تكفى. لا تروح لا تروح كلهم كلهم والله الظاهر. لا تقول علينا صغار من هالعيش يا ابو فرع. لا تخليني لا تخليني يا ابو فرع، لا تخليني لا تخليني. الله لا تخليني يا ابو فرع. لا 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 تخليني لا تخليني. لا تخليني يا محمد مبارك، يا محمد مبارك بالله وش اخبارك، بالله وش اخبارك يا محمد مبارك، يا محمد مبارك بالله وش اخبارك، بالله وش اخبارك. يا مصلط ولد عيد، يا مصلط ولد عيد، عساك شخص بليد
انت شخص مريض يا مصلط ولد عيد يا مصلط ولد عيد انت شخص بليد انت شخص بليد يا زايد يا زايد ابن سابر لا بن سابر طلعت عرضه يا زايد بن سابر يا زايد بن سابر انا خابر وانت خابر يا زايد بن سابر انا خابر وانت خابر اني عليك صابر اني عليك صابر اني عليك صابر اني عليك صابر يا عبد الله بن نزال عبد الله بن نزال يا 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 عبد الله بن نزال انت ما انت هب رجال انت ما انت هب نزال راح ارقد راح ارقد انت ليش متخلين ارقد اوريكم والله لهجيكم يا فهد بن فارع يا فهد بن فارع دايم دايم بالشارع دايم دايم بالشارع يا فهد بن فارع دايم دايم بالشارع يا احمد يا احمد العواض العواض اخوانك العواض اخوانك يا احمد يا احمد العواض العواض اخوانك يا احمد يا احمد العواض العواض يا سيف فهد يا سيف فهد يا سيف فهد انت نوع من انواع الجراد انت نوع من انواع الجراد يا سيف بن فهد يا سيف فهد انت نوع من الجراد انت لا 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 فهد فهد يا سيف يا بن فهد اسمع فهد فكرني هذا انا بردان ايه زايد اسمع امشاري يا سيف امشاري عمر امشاري عمر امشاري عمر ما يشبه القمر تكفى لا سيف بن فهد امشاري عمر امشاري عمر تبي قهوه شجر بلا ثمر شجر بلا ثمر شوك امشاري عمر امشاري عمر امشاري عمر اسلط عيد اسلط عيد تشترني شذر امشاري عمر امشاري عمر تشترني شذر تشترني شذر انسان يا عبد الله شايع عبد الله شايع انت انسان ضايع انت انسان ضايع اسمع اسمع يا سيد عبد العزيز ليش عبد العزيز الله خارجنا منك ابن عبد العزيز ابن عبد العزيز دمه مره لذيذ دمه مره ملذيذ ابن عبد العزيز ابن عبد العزيز دمه مره ملذيذ دمه مره اسمع اسمع يا فهد يا بن فارع فهد يا بن فارع فهد يا بن فارع فهد يا بن فارع انت صياد رايع فهد يا بن يا سيف يا بن فهد يا سيف يا بن فهد انت دايم نقاد سيف يا سيف بن فهد يا سيف بن فهد هايد من الاكراد هاي رب كريم اللي يا سيف ابن فهد عيال يا عيال ماك شوف انا كان ابي بيت لا قبل تروح ابيك وراح والشهاده ضروري لازم انه يجي يجيبها معه شهاده ها ايش يقول شهاده شوف الشهاده لازم انه يجيبها ضروري خير وش بس صدرك احنا اخوانك قمت لو ها ايش انا بقوله ما بيش ما بيش عاد يلا قول يا فيصل العرجاني اللي كنت ابيك فيه يا فيصل العرجاني انت فيصل العرجاني في هذا المفعل انت الحين فيصل العرجاني فيصل العرجاني اللي كنت ابيك فيه سولف سولف خلوه زاحم نزل اقرع ابليس يا شباب فيصل العرجاني شب فيصل العرجاني قبل اطلع انا حبيبي ليش وجهك زايد والله يدي انا ابغى فيصل العرجاني يا رجال وصل وصل برد عقرب ثاني اكلمك اخو محمد اي بالله شوف لنا ضو تعال الله يسعدك مره ناس تعال والله خير والله ما فيها شيء والله ما فيها شيء فيصل عرجاني فيصل عرجاني هي ملابس داخليه جيب لي
لان بوصيك فيها ملابس داخلية. الله لا يفضحنا. الفنيلة سمول. لا لا. والسروال بقاس 18. الله يكرمكم. الله يكرمكم. 18 كي ولا ار؟ كرسي ولا بدون كرسي؟ لا لا بدون كرسي. بدون كرسي بس. مبروك شبيك وين؟ اداء لك يا سيف. سيف اداء لك. يلا. ان شاء الله ما فيها ما نبيها شيء. لا لا زين. قبل لا تبدا. احترق القمر. هلا يا لا هلا اسكت هلا يا غايب عني زمان ذبحني الشوق غير الحنين تعلقني وتعطيني الأمان وتهدم ما بنينا من سنين ألا يا غايب عني زمان ذبحني الشوق ودل الحنين تعلقني وتعطيني الأمان وتهدم ما بنينا من سنين هلا يا ليت العاشق ضمى قبل يسلك طريق العاشقين هلا يا ليت العاشق ضمى قبل يسلك طريق العاشقين تعلقني تعطيني لما تهدم ما بنينا من سنين بد ماي بيبي ايش عطني عطني مايك زايد بغني عطني مايك يلا يا حبيبي عندك ولا عندك احمد عوب ابجيك انا ابك خبطني على بطني حبيبي كلنا لنا يلا عندك التقييد في بعض الاشياء قيد لا تخليه يسوي دوت هذه المفكوك لاني مقيد حافظ حافظ مش فاهم حافظ علي الهبوب الباردة لا أجل الهبوب ندع عجلي هبي على جمال حافظها أنت أبو شايع حافظها راح بس وجيزة لوبة أنا مرة أصحاب ومرة على الهبوب هذه المشكلة يعني فيها مرة يعني منها يحسبون قل لي يا رجل عذرو ألا يا الهبوب الباردة عجلي هبي على جاشم رقامتها واجسه تلوبا أنا مرت النصحى ومرا يغيبي وسرح معاك ذرى الطريب غيبوبة عباد مغافلها زمان التلاعب يحاسبون قل المال فرق لعذروبة ألا يا الهبوب البارد عجلي هبي على جاشم قامتها واجزه تلوبه عباد مغافلها زمان التعجب يحاسبون قل المال فالرجل عذروبة أنا قانع باللي علي كاتبه ربي ومؤمن بمكتوبه وقانع بمقدوره ولا أبغى عمال رياي رايه يسدد بي وهو في الخلا لو جاء بنت خذ ثوبة يا سلام يا سلام سلام تعرفون هذه ايه الله الله طبعا هذا يعني يلا حي روح يا وحش روح الحين ذي ذي بس اني ما ادري حافظها ولا يلا وانتم اللحن ذا اول شيء معروف وش اللحن اللي غنيتم عليه ذا وش في شيء نفس اللحن او قريب منه لا لا هو ماخذ رسمه اللحن
أشهد إني عليل وما الجرح يمداوي والسبا يبغى زال ما الزناه وصيف من سبايب حبيب ما بيرحم وياوي وانت يا روح روحي شيل حملك خفيف أسهر الليل كله وبنهاري خلاوي وانت حكمك لطيف وخل حكمك لطيف أسهر الليل كله وبنهاري خلاوي أنت جنسك لطيف وخل حكمك لطيف. يا سلام يا سلام يا سلام. عطني البايك عطني البايك. عطني عهد وأنا أعتذر لك وراعيك. أبو نزال والله إنكم تجيبون على الوتر خلاص والله. يلا حلوة دي قديمة. تسلم تسلم. هذه أول مرة غنيت. إيه إيه إيه. والله. قسم بالله. أوي لو. أبو نزال مبدع مبدع. اسمع اسمع. يا حبيبي مالك ومال الطويلة التقيد في بعض الأشياء يقيد لا تخليني على باب الفشيلة لاني مفكوك ولاني مقيد يا غزل علقل واسم في قلبي وراح يحسب اني مثلين يا سنت ضيع حقوقها ما دار اني صحيين للهجد وللصباح كل نفس الصبار حزن لا تقصناها يا غزل علاقل واسم في قلبي وراح ما درني من رجال مضيع حقوقه ما تضيع حقوقه عجتني انا مذبحني كود غرو عليها لا انا مذبحني كود غرو عليها الكاب على كبها رمز الخطوط السعودية لا ليتني كبتن ولاني مع الركاب أخاويه بالروحة وأخاويه بالجي أنا مذبحني كود غرو عليها الكاب لك با رمز الخطوط السعودية ألا ليتني كابتن ولاني مع الركاب أخاويه بالروحة وأخاويه بالجية حلاله يا السفرة يا حلاله مشاركة من أورنس عبد العزيز السعودية حو أسلم أبو عزوز السعودية أسلم أبو عبد العزيز أقول دبار تعطونا مجال ولا إذا عادي بس ثلاث دقائق بس يلا شيل اللي تفضل ترى جايين معطينك حاجة قلتلك إياها تفضل يا أبو فهد 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 قم أكسره تفضل عشان أبغى كل واحد يقرأ تفضل أبو نزال هلا مين يلا جاي يبغاني زايد أروح تفضل ابو عوض ومعه هديه بس العباره بتفرده يلا ابو عزوز انا زايد سالم انا محمود محمود الله يسعدك تفضل حبيبي كلكم عندكم لو اني انا ما اعطيتكم مجال طيب اقرا اقرا بدنا اصبر باقي تعال تعال اول واحد انت اول واحد فهد هي لا اي شيء شيء يا شباب اجلس بس يا شباب ها بس اثنين يقرون بدنا قرانت يلا اجلس شيخ زايد يا شباب صلوا على النبي الله يسلمك طبعا اليوم في
حلقة الأستاذ محمد عثمان. نعم. قدمنا الفقرة أنا والشيخ زايد. عليك زود يا حبيبي. وإن شاء الله أنها يعني أعجبت المشاهدين وأنه وفقنا. الفقرة كانت عن الابتسامة وقبل ولسوء الوقت ما قدرنا نقرأ الرسائل اللي هي موجودة، فحبينا نعطيكم إياها كل واحد يقرأ الرسالة الموجودة ويوجه رسالة يعني. حلو. تفضل يا أبو شايع. السلاطين. فريق دعم السلاطين وفريق دعم صقور زايد يستاهلون منا التحيه. يستاهلون. الرساله اللي وصلتني اول شيء اشكركم على الفقره الجميله اللي مثلكم ما شاء الله تبارك الله. الله يطول عمرك. قدمتوها بطريقه طيبه ومميزه وممتازه. استفدنا منكم شيء كثير. رساله تحمل عنوان الابتسامه عنوان التفاؤل، ابتسم وتفاعل. الله عليك. ابتسم ابو شايع. الله يعطيك العافيه. شكرا. الابتسامه العفو. الابتسامه مطلب اساسي. كول كول. لما تكون مبتسم بتكسب ابتسامتك حاجات كثيره كثيره. الله يعطيك العافيه. عكس هاي اذا انك كنت معبس ممكن الناس تاخذ عنك طيب. صوره شينه. ابتسم بناخذ لك صوره. ابتسم. ابتسم. هاي لانه هاي انه جنب فريد جنب فريد. يلا. ما صور. يقول ها. ابتسم ما خلقك الله لتشقى. الله. السلاطين والصقور زايد. الله شكرا كلا. من اعماقي انا ابتسامه. ابو فارق كان هو شعور. لا تسمك اقرا زين اقرا زين. ابتسم وشو؟ ابتسم زين ابتسم زين. اشكال اقرا زين اقرا زين اقرا زين اقرا زين اقرا زين اقرا زين. يقول مهما كان شعورك في هذه اللحظه تسد. ايوه طيب مهما كان شعورك حطيت سطر 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 ترى تعبان الربع خليه يرتاح. يلا سلامتك ابو فارع. سلام احمد عوض اخوي اخوي اعطي رساله يا حبيبي ابو فارع. ابو شايع ترقد عند مكيف طف مكيف تحضر الصلاه. ابشر وجهك يا حبيبي. صوره لا اضحك اخوي. الله سيف فهد. دقيقه قبل لا نجيك ابو فهد ليش ما حضرت انت اليوم؟ بيتوان بعدين صليت. تفضل خذ سيف. الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك يا حبيبي. تايتونا الله يعطيك العافيه. والله العظيم طلع منكم شيء جدا بطل وانتم يستغرب عليكم شيء زين. والله اني اتكلم صحيح. فرساله وش مكتوب فيها؟ ابتسم ابتسامه تضفي على من حولنا الإيجابية فابتسم. سلاطين وصقور زايد. جميل. الله يسعدك. حط رسالة. رجل قوي إن شاء الله. الرسالة تقول مهما كان شعورك هذه اللحظة ابتسم. ابتسم. بالقرية والبروقة. تشرف. سلاطين وصقور زايد. أول شيء أنا أعتذر إن ما حضرت. أبد معذور. أعرف إني تعبان والله ما قمت إلا صعب. معذور مبارك. ما لحقنا نشك. حتى ما لحقنا نشك بس أنا جد بيجيك. حلو نظام ناطح صياح بس صياح تسلم هذا نظام قديم مرة. فاهم في الغرفة شباب. رسالة يقول ابتسم فكم ابتسامة ابتسم فكم ابتسامة مسحت هما وكم تفاؤلا أبعد غما وكم عسرا أصبح بعده يسرا وكم صبرا أصبح بعده فرحا. شكرا سلاطين. شكرا سبور زايد. شكرا لكم على التقديم الحلو. تمنيت أن يكون معكم لكن يلا ابتسم. انت بعد ما حضر لكن ما فاتني. لا 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 انتوا تعذروني يعني. ايوه زين. اول بدايه ما فاتني شيء وندمت عليه هذه الليله الا فقرتكم المميزه اللي الحمد لله اني بكون انا ختامها ان شاء الله. يقول لك ما خلقك الله لتحزن ابتسم. طيب شباب اذا ما لك امر نوقف كلنا هنا ونطلق هذه في عنان السماء. لكن قبل لا نطلقها لا 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 عطنا كل واحد وجه هنا. عطنا كل واحد انا كلكم امسكوا كل واحد امسك بالحبل كذا يا ابو شايع عشان اسمعوا يا شباب صلوا على النبي. بعد يا ثلاثه ما نبي نطرقها الا احنا مبتسمين كلنا. طالع لو كنا نبتسم خلاص الجماعه تشعر صح. يلا دقيقه ابتسامه كلكم تبتسموا. واحد اثنين ثلاثه. مرة فني مرة حبيت مرة واو. اتحدى يا رجل اللي بيجيبه ولمس ما شاء
تجيبها لي ربها اللي خلقها. الله الله صح عليك يا من ابتسم وقبل الله يصح عليك. يا جميله قام يا طول حال طال استر علي باقي علي زايد تطير الحال هذه. شوف باقي نفختي هذا شوف اللي يلقاها ترى عقدها اللي يلقاها يصورها ويا يا ما عندك كوت ترى على فكره اللي في الكاراتيه ابو شايع انا ما احس ببرد اللي يلقاها يصورها لي 3 2 1 يا رجال 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 يا شباب جدي في الدائري موضوع يا شباب أورنس عندنا مشاركة يا شباب تفضل أورنس تفضل ممكن تطلع على هنا بس على المسرح يلا أخوي يلا قوم شارك عيش أورنس عيش أورنس عيش أورنس أسلم يا أبو عزوز أسلم أبو عزوز جدي من راحت لهنا أسلم 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 أبو عبد العزيز يلا أبو عبد العزيز عشان أنا كنت بقول قصيدة ثانية مير طرت علي قصيدة ثانية وشوف إنها أبو عزوز ما كانت تفاقر هذا أبو عزوز أوكي بنسمع القصيدة بس تفاقر إيش كان قطعت من هنا عطنا القصيدة هذه اللي تقول جاوبتها بعد نغنى قطعت منصوبين يعني كيف استمع صوت بتسمعون صوتي ولا أنت تسمعون زين أبو عزوز روح تصدع أسلم تعال نسينا يلا عمر يقول حنا نسايرها وراحت مع طيب إيب. واقول يمكن تالي الامر خيره خيره لازم نعدل على وضع ترتيب ونشوف وضع الاوله ولا خيره وشلون تبدا برده وتنتظر طيب شرهتك والله يا رفيقي كبيره ما نعرف الذل هو لا مال في الجاي ما عندنا غير الكرامه بخير سلام المشاركة الثانية برد خش حنا عتيبة حن عندي مشاركة بعد في مشاركة بشارك عندي يقول الذل بالدنيا العديم الكرامة كرامة الذل بالدنيا العديم الكرامة نشهد انه شبه ميت ولو حي وش فائدة تشوفه وفحوى كلامه ما غير زول إنسان يروح ويجي أما الكرم له ناس ترفع مقامه من قوم لي يشبه على حاتم الطي تلقى مجالسهم ورود وخزامه والعود يحرق فوق جمر اللهاضي زوالب صح الله بدنك صح الله بدنك صح الله لسانك يا أبو عماد صح الله لسانك يا أبو عماد حصرية الجلسات كم ممكن عندي بيتين بس إذا ممكن بيتين مشاركة فصيحة إذا ما أثبت كله لا تعال يقول وين مقدم وين كاميرتي أي سريع كاميرتك هنا ها هنا ما ترى ترقد ليش يقول يقول ما بنوم صوت شباب إذا ممكن عشان لا أقوم أطقكم كلكم شباب لأن ما طقيت أحد من زمان تمام آخر مرة طقيت أحد في برامج الواقعية كان يعني قبل 4 أيام يقول أخ عشان لا أخذ عصا اللي عليك وأطقك فيها اللي عليك أوكي يقول تركته من أجله الدنيا فأهملني سلا سألتك الله حقي أيها القاضي قال القصاص وهذا فقه شرعتنا شوق بشوق وإعراض بإعراض يا سلام الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عند أبوه لا 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 والله مو أبوه أحبيني في خطوط يدي يقول أخوان أحمد عنده مشاركة إذا مالك عنده مشاركة والله النجفة الطويلة المستقلي رفع نفسي عن دروب الدناعة ذا مكاني فاللزوم ذا محلي
كل ما ضقت على قبر رعاك انا هذا اللي جيتك كان هذا لك عهب لك كان هذا لك عهب لك شباب اللي الحين معنا مشاركه من اخونا احمد عوض تفضل هذا وهذا تبى قاعد ابغى اقول مشاركين الحلقه يلا قلنا مشاركه المشاركه يا شباب بمناسبه هدوء الليل والجو الرايق هذا والاحاسيس الدافنه يقول دافنه يا غايبه وشلون بعدي قويتي وشلون قلبك صاوعك تهجريني الله اكبر وين عهد خذيتي وين الوعود وين ذاك اليميني الله أكبر وين عهد خذيتي وين الوعود وين ذاك اليميني يا غايبة يا غايبة يا غايبة وشلون بعدي قويتي مرة دمعي قوي جرفتي كم مرة الله أكبر تفضل أبو عوض يا حبيبي هذا ترى شو انقطع لحام الله يرحمه عندي صاير شاعر عبد هذا لازم كذا طيب هذا الله اكبر وصلت حق ورود هنا بعد هنا هذه الله اكبر وصلت سلس حق ورود لا يكون هنا خوفني مشاوير الطريق المظلم الجو وانا اليا من ذكرتك طول ايام مشاويري عزاينك رجاي العذب لو كل الدروب عثور وصلت وما وصلت اعرفك ما انت منتظر غيري حبيبي وكل الله لا تحسب اني بليد شعور لو انت المستحيل الصعب مبدي لك معاذيري احبك لو يموت الحب وتصير القلوب قبور اشوف الجرح يكبر وانت تكبر وسط تفكيري احبك من هنا حتى طلوع الفجر حتى النور صحيح انك قدر محتوم بس اجمل مقاديري احد ربي يحطك له حبيب وما يجيه غرور انا ليه هلتفت للناس وعيونك جماهيري هلابك من قدمك لغرتك لشعرك المنثور هلا في كل شيء فيك وانت اعلى مسايري ترى صدق الغلاء يجبر حطام الخاطر المكسور وأنا مهما منحتك من غلاء يشعر بتقصيري ولو طالت مشاوير الطريق المظلم المهجور أنا لي من ذكرتك قلت طولي يا مشاويري الله أكبر الله أكبر يا مشاويري يبشيرها يلا يلا دقيقة خلنا نشوف مطلعها تخوفني طريق تعرف لحنها لا ما بلا بالله وش أنا أول مرة أشوف القصيدة مساعد رشيد عارف مساعد كيف شطر ولا بيت بيت تخوفني مشاوير الطريق المظلم المهجور تخوفني مشاوير الطريق المظلم المهجور يلا عم بيت بيت يلا بيت بيت انت وانا اللي قلت طولي يا مشاويري طولي إيه اسمع يا شباب تخوفني مشاوير الطريق المظلم المهجور وأنا لمن ذكرتك قلت طولي يا مشاويري عزايا انك رجايا العذب لو كل الدروب عثور وصلت وما وصلت اعرفك ما انت منتظر غيري حبيبي وكل الله لا تحسبني بليد شعور لو انت المستحيل الصعب ما بديلك معاذيري احبك لو
الله أحبك لو يموت الحب وتصير القلوب قبور أشوف الجرح يكبر وأنت تكبر وسط تفكيري أحبك من هنا حتى طلوع الفجر حتى النور صحيح أنك قدر محتوم بس أجمل مقاديري أحبك لو يموت الحب وتصير القلوب قبور أشوف الجرح يكبر وأنت تكبر وسط تفكيري أحبك من هنا حتى طلوع الفجر حتى النور صحيح أنك قدر محتوم بس أجمل مقاديري أحد ربي يحطك لا حبيب وما يجي غرور أنا لها التفت للناس وعيونك جماهيري أحبك لو يموت الحب وتصير القلوب قبور أشوف الجرح يكبر وأنت تكبر وسط تفكيري أحبك لو يموت الحب وتصير القلوب قبور أشوف الجرح يكبر وأنت تكبر وسط تفكيري أحبك من لك حبيب ما يجيه غرور أنا لها التفت للناس وعيونك جماهيري هلا بك من قدامك الغر تقلي شعرك المنثور هلا في كل شيء فيك وانت على مسايي ترى صدق الغلا يجبر حطام الخاطر المكسور وانا مهما منحتك من غلا يشعر بتقصيري ولو طالت مشاوير طريق المظلم المهجور أنا من ذكرت قلت طولي يا مشاويري وأنا لو طالت الطريق إلى المهجور أنا من ذكرت قلت طولي يا مشاويري ترى صدق الغلا يجبر حطام الخاطر المكسور وانا مهما منحتك من غلاي لا 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 قال لا قال لا قال عيوني يزرخك لا تبخ القهوه حابني انا لي ولد عيوني يزرخك لا تبخ القهوه ترى صدق الغلا يجبر حطام الخاطر المكسور وانا مهما منحتك من غلاي أشعر بتقصيري كم طارت لو طارت الطريق خلي غني 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 عليك يقول أحبك لو يموت الحب تصير القلوب قبور أشوف الجرح يكبر وانت تكبر وسط تفكيري أحبك من هنا حتى طلوع الفجر حتى النور صحيح إنك قدر محتوم بس أجمل مقاديري أحد ربي يحط لك يحطك الله يرحمه حبيبي ما يجي هذا الجو حتى ما نغني جماهيري هلابك من قدمك ليش عرك الله فغير مدلي يدك ما شوف حناك فغير مدلي يدك
بعدك ما اشوف حنك سغيرك لعنة بقعدك ما عاد شغلك سغير بالدنيا يدك ما عاد شغلك يا ويلك لعنة بقعدك ما عاد شغلك لعنة بقعدك ما عاد شغلك وسغير بالدنيا يدك ما اشوف حنك سغير بالدنيا يدك ما اشوف حن يا ويلك لعنة بوجادك ما عاد شهرك غير مدلي يدك ما شوف حنك غير مدلي يدك ما شوف حنك مكسور ما وانا مهما منحتك من غلاي اشعر بتقصير لو طالت مشوار قالت متى مطرب يرجع هجور يقول يقول من يفتح الفرقاي اسمع يقول من يفتح الفرقاي باب باب بفك له 20 باب والرفيق اللي ما يقدر خوتي ما قدره قدره من ذكرت طولي يا عزاينك الرجايل عبد الله قال قصيده ما دقت عليك الحمد لله حق اتحاد الحين حق النصر حق اتحاد كان اللي مغيب علينا قال عندنا راح النصر يقول حداني من الخلاق هذا التعاطف قال قال انا وراقي هذا تقول ذاكر يا ولد حداني من سرقه يا اخوي بتصير القلوب حتى طلوع النور كان جاتك سالمة حبتك خشها جاتك كلام مدة تفاق اتحرش جيب يا رفيقي مالك وما لا طويل اني مفكوك لا ما كذا بس بنقول هذه بدون بعدها قصة عشان نفتح لا قهوة لا السيارة لا طول لا طاق طاق لا قهوة لا السيارة بالعضل ناظر خلنا عشان نتمون بالله ناظر ناظر عمانة يا شباب صراحة بغنيها من قلب تكمل تكمل لا قهوة لا سيارة نطول المشوار لا قهوة لا سيارة نطول المشوار سيارة لا قهوة لا سيارة نطول المشوار لا قهوة لا سيارة سيارة ولا طيارة بيني وبينك اي والله شو قال لي يا رفيقي بيني وبينك ليا جيت اتكلم هل زادتني عزة النفس الله يرحم والديها عزة النفس اشغلتني لا تعلم لا تعلم والعروف تقول يا رجال علم وش فيها يا حبيبي خليكم على الطويلة تقيد في بعض الأشياء يقيد لا تخلي على جل المذيلة لني مفكوك والعنين قال يا حبيبي مالكم على الطويلة لني مفكوك كفو خلص قصايده خلص قصايده خلص القصايده اللي عندي بيمشي تعال خلص بيمشي والله لا اسحب لا والله اني واحد من القصه وانا اجلس لا ما هي قصه اجيب شوري ترى طالبين شوري من الحين والله اصيرك شوري من المحيط يلا شوري انا صادق يا ما تظاهرنا لا والله لا اقولها اسكت والله يقول يا ما تظاهرنا بالعمى وحنا نشوف ويا ما ذبحنا ردى ومشهينا لا تحسب اننا لا تجاهلنا ضعوف ضعوف حنا على رد الردى ما تربى جزاكم الشاعر الكبير صرت منشد باقي اباشرك بالشاعر صرت منشد شيلت قريب ودشنها لا والله هذا حق حسين البيت مشاري صرت منشد والله حق حسين ظني ها صرت حسين على البيت انا فهمت على الريحه صرت منشد شيلت كل هيام وتجي والله يا شباب يا شباب شباب نلعب لعبه اه شوت 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 والله ودي العب لعبه يا شباب حسين بتكسر سوالف خلوا سيفي سوالف ما اقدر يا شباب ما اقدر انا الايام من ذكرتك يا علي قلت طولي يا مشاويري بس هذا انا حق والسياره اللي... بالله جيبها جيبها خلينا نلعب يا ولد نلعب ايه علي علي علي
مو لازم انه يطلع مع او ضد الكلام هذا. على حسب الموضوع، اذا الموضوع ما ينقال وقايل لي ماسكني متفرد فيني لحالي ما اقول. اما اذا موضوع مثل اسولف وياك الحين ابو هذا ايه جالس عني واحد ثاني عنه يمكن عادي اعلم، انه الموضوع سهل الا لو قلت لي لا تعلم ومانه ابشر والله ما يا اخي انا فيني طبع امنوع لي لا، انت ما يحتاج تقول نسر، ما اطلع الكلام، ما احب حوار او كلام طلع دار بيني وبينك ما احب اتكلم فيه، حتى لو ما كان سر، مو شرط انه يكون سر. لا كذا تحفظ بزياده، مو مسألة تحفظ بزياده، الا انه يا اخي احس انه احلى يا اخي، ممكن انه ممكن هو يكون مثلا مو سالفه انه ممكن نسى يقول لكن بشكل عام يا اخي خلاص حوار او شيء دار بيني وبينك انا ما احب اطلع. شفت اذا ما تحب تطلعه تراك ما راح تصنع سوالف وبعض المرات يجيبك سالفه على طاري سالفه ثانيه، فهمت؟ مثل يعني اليوم وياك تبي تستشهد بسالفه ثانيه بالضبط على طاري سالفه مشاري اليوم، فهمت؟ اذا انت ما تقول كذا صعب انك تشوف. انا اللي طبع فيني الطبع هذا من؟ تدري من؟ من؟ خالي نايف الله يذكره بالخير. خالي نايف طبع فيني الطبع هذا، صرت فعلا تتخيل يسافر يروح يجي ما في احد يدري عنه. يعني اوكي تكلمه يكلمك يرد عليك وكل شيء، لكن ما يقول لك ترى انا والله مثلا في الاردن، ولا انا والله مثلا في مسافر تركيا، ما يقول يسافر. من يعلمني انا بس؟ ليش؟ عشان لو احد سال ولا شيء اعطيهم انا الخبر. انا طلع على بالي موضوع توه ايه اقول ليت يوم ان فيصل راح، فيصل مدعث العرجاني راح، جاء اخوه شو اسمه ثامر. توقعتك منه؟ منو؟ ثامر. ليت والله جاي ثامر، يلا من القبور يا زين، كل اخوانه يا زينهم زينه والله العظيم كل ابوهم، لكن ثامر ولا يقصرون بالباقي، عز الله انه طيب وعلومه زينه والوجه المقبول. انا مستغرب شلون الشخص هذا ما انقبل هني، انا مستغرب جدا. انقبل انقبل بس هو الظاهر اعتذر، ما ادري الله يا قبله الله بس يا حبي له يا زينه زينه. اي ايش كنا نقول؟ على موضوع اللي سوالف دارت بينهم، ما يعلم ابدا خلي نايف ما يعلم، مو مسألة ما يعلم، اي مو نايف مو النوع اللي يسولف معك، يعني مو نايف مو النوع اللي يجيك يقول لك والله صار معي كذا وكذا ترى انا يجي عند البيت ترى انا بسافر ها بروح الدمام ترى انا بروح اذا خلصت عندي بس قصه دقائق ابشر من عيوني حبيبي من عيوني هذه كلها لك. فلا مو من النوع اللي صرت انا زي كذا، تخيل اني اطق اركب سيارتي اشغل مفتاح السياره اطلع مثلا اضرب خط 1000 كيلو 1000 ذا لا دق علي مثلا ابوي ولا دق علي وينك والله انا والله في الشرقيه اوكي يلا ترى غلط تدري شوف اعلم لا بدني اعلم احد اعلم يصير الله لا يقول يصير فيك شيء بالضبط اعلم من اعلم اعلم نايف نايف علمني سوالفنا بيننا تكمل ولا بقول لا قول قول اللي عندك على طاري ها الموضوع هذا مش على اخوي وسلطان اخوي الله يهلك ان شاء الله امين يا رب العالمين وابو هلا شمري واحد اسمه والله نعم مش على الشمري ونعم ايش اسمه اتوقع ايه؟ طلعوا المكه حلو حج وراح يحجون تذكرون الربع اللي صار الاندفاع بالحج تدافع منه اللي ماتوا ناس تدافع منه اي اذكر قديم هذا الزبده خلصوا حجتهم سمعوني عيال إيه؟ خلصوا حجتهم هم يروحون يطفون جوالات غلط يا اخي يعني صح هذه غلط انت وراك ناس بس هذه قديمه هذه غلط إيه؟ انت وراك ناس وراك عائله وراك اهلك وراك اخوانك وراك شيء مثل الموضوع ذا هم قفلوا جوالاتهم يحسبون ما راح يصير شيء صح من ناموا ويصير التدافع ذا ما ادري ايش يصير ويموت الناس وعمر تخيل صحيح صحيح هم كانوا مصريين ينامون حوالي 12 ساعة ما حد يدري عنهم 12 ساعة والجوالات والله واخواني يدقون وانا ادق وابو هلا يدقون عليها هلا ومحمد مش على اخوه يا ولد والبيت يصيبه رعب 12 ساعة هو صايبه رعب لين اخر شيء رد ما ادري منهم واحد منهم قال هلا قال وين كيف قال احنا نايم يعني ما تسوى عليها بعد والعالم وعمي فيد دقن على مش على اخوي وعماني كلهم يعني الواحد يدك تعطي ترى ما في مشكله انك علمت مثلا بروح المكان بنخلي الموضوع يدور علينا كلنا محمد بسالك بجيك ابيك معنا في الموضوع ذا طيب ايوه انا كانت وجهه نظري ان انا جيت سولفت معك سالفه الحين جلسنا انا وانت سوال حالنا جنب بعض وسولفنا مع بعض سوالف انا وجهه نظري لا من طلعنا انا وانت مو لازم انك تقول لي ترى هذا السر او لا تعلم احد انا شخصيا انا وجهه نظري ان انا ما اسولف ابدا ما اعلم اوكي يعني مو ممنوع لي احب والله قال لي محمد فهمت فكره هاي هل انت تؤيد الشيء ذا ولا ما تؤيده موضوع بين اثنين ما له داعي يطلع تؤيده فيصل ما يؤيد يقول لا عادي
لا فهمت الفكره شلون؟ وجهه نظرك فيصل وين فيصل؟ سيف اسف اسف فيصل وين فيصل؟ وش وجهه نظرك؟ راح فيصل يا للجنه ملفاه شو وجهه نظرك؟ الجنه معانا في الموضوع بشكل جدي ولا لا يا ولد؟ معانا في الموضوع بشكل جدي ولا لا؟ معانا حسب الجنه ما فيها شيء ها؟ الجنه يقول جعل مثواها الجنه يا رب مثواها الجنه جعل مثواها كلنا الجنه يا رب العالمين شباب شباب تسمع منك ابو صالح كم من طاع الله انا معك معك معانا بشكل جدي ولا لا؟ معك معانا بشكل عمي معانا بشكل جدي ولا لا؟ جدي جدي قل جدي جدي شوف انا شاري اسمع شاري شاري دام انها سالفه دام انها سالفه بيني وبينك صارت ايوه سالفه بيني وبينك حلو صارت حلو طبيعي اي شخص طبيعي في العالم شخص طبيعي حلو مو ضروري اني اروح لسيف اقول اسولف عن السوالف اللي صارت لا 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 هو ما يقصد سالفه وسر لا لا سالفه عابره ما فيها ولا ما اطلع هذا الفكره ما اطلع وجهه نظر علي جالس انا وانت في الزاويه سولفنا سوالف بالنس سب بالله يا اخي بتخطب لك جني خطب ايه جلسنا انا وانت في مكان سولفنا سوالف تمام انا وجهه نظري ما ادري توافقوني عليها ولا ما توافقوني عليها مو بشرط طال عمرك اني لا جيت من عندك اقول والله الكلام بيننا او مثلا انا وجهه نظري وطبيعتي ترى سولفت انا وانت بيني وبينك ما تطلع خير شر ما احب اسولف تأيد الشيء ده ولا ما تأيده؟ يعني انت به برزه يعني لا مو شرط برزه عادي جلس انا وانت سولف عاديه طيب إيه؟ طيب مثلك ابو صالح تراني انا قلت لها كذا انا مو اسولف اذا برزه وسر هذا ما اعرف صح لا اذا في موضوع شيء خطير اقول صح اما سوالف عاديه مو بال مو يا الربع مو شرط انها تكون عاديه عاديه مره لا العاديه عاديه عادي والله شوف مشاي اسمه ابو عوض ابو عوض عندك عندي وش اقول القصه ولا اقول لا الله الله يوفقك يا رب يا اورنس ويوفقك لانك اخوي ما اقدر اقول شيء هذه مشكلتي ويسعدك ويرزقك كلامي ويجوزك بحق هالليله ويخليك لامك احمد ضربني فيه ضربني وعلي يا ربك تزوج علي توفقك يا ربك تزوج مش خلاص يعني تزوج سيف بعد يا رب تزوج مشاري تزوج علي ان شاء الله باذن الله وهذا الرجل على طول سيده الله يزوج سيف واحده تشبه لي هاي زين عزاها انك ما حلفت لي صافي ها يا رب احمد خلنا في محورنا محورك يا بشر يلا احنا بمحورنا خلنا في حديث محورنا يلا خلنا نصير محورنا الحين الله خير خلنا في محور حديثنا حديث صرنا بنحاور الدنيا كلها خلنا في حديث محورنا وكمل اوه انا اللي بقول رايي والله سالف انتم تقول لي يعني مثلا انا ومشاري عمر سالفنا اللي بيقول سالفنا مثلا اللي بيقول مثلا سالفنا عن ايمنه كان مليون شجره قبل لا تنجوا نفسكم يا عيال ما في شيء صار غربيب صار غربيب لعب اخوك مصير معكم الله يرزقك ان شاء الله وتبوا على لا تكسرونه هل يا مشاري عمر قصدك اني المفروض جانا لا ترجع لا تمزح يا واد الله يجعك العافيه يا تركز معانا يا تروح تلعب معاه يا تركز معانا ترى تضربك جني تمام جني خطفك مشاري والله اللي يمثل ايش فيك انت وياه شوف اسلم احمد فيعني قصدك مثلا الحين سالفنا وجاني علي علمت قلت يا علي احنا سالفنا انا ومشاري عن غربيبه مليون شجره كذا انت قصدك السالفه عاديه المفروض ما تعلم فيها انا وجهه نظري ما احب يعني ما احب هديه لا شيء يعني اول شيء هم ما في شيء يدعي انك تعلم علي فيه الا اذا علي قال مثلا وش كنت تهرجون فيها انتم مشاري؟ بضحك اقول كنا نهرج عن المراد بس فقط لان مستحيل احد يبسك عن سالفه عاديه خذها قاعده صح والله لا استاذ سيف تجي شوارب هذه وجهه نظري انا لكن اذا في سر شيء يلطم او تقولها اسكت بس فهذه طول عمر قصتك تفضل بالله علي ابو علي والله ابو قصه اخونا محمد شو اسمه اليوم؟ احمد والله محمد لا هذا شو اسمه؟ مهرج هذا اسمي راس 74 يوم عرفت اسمي راس اخونك الجبالي اسمع اخونك الجبالي طيب اسمع بالله شباب احد الصوت لان اخونا احمد عنده واقسم بالله والله لو اسمع صوت واحد منكم ها لا اعلمكم شغلكم تمام اتفقنا اتفقنا بس لا تهدد سلام يرجع له في مسابقه اسمعون من اسمع هذه اي احسن تعجب ابو صحاب بعد وانت والله العظيم التعتع يا ويلي لا انا ايش ذا الجلسه مش الجلسه اللي مش انا ما تعتع احيانا من زمان عن الطلاب تطلع لي كلمه وبعيدها هذا احيانا التعتع هذا يا طول عمر سلمكم الله يعني شوف كيف الدنيا دواره تمام والله لا هذه بنت من بنات البدو اول وبنت شيوخ شيوخ شرواكم والله انا الشيخ انا اللي قاعد نتكلم خليكم انا والله يا ابو سعد لابد نسمع صوتكم زبده الكلام يا طويل العمر هذه الوكاد ان بقبيلتهم هذه جاهم غزو حلوين غزو يعني غاره جاوي بغرب وش قال ابوها قال اسمعيني يا بنيتي خذي العبد اللي معاك اللي هو الخادم اول يقولوا العبد هنا فهمت كيف على الروايه وروحي القبيله الثانيه لين نخلص منهم ونلحقكم حلو وش اللي حصل مع الطريقه طويله الاعمار
مع الطريق العب يخدمها ويغسل ويمسح دنياها وامورها يشيلها. الوكاد يطلع وهو مع الطريق وهالخادم ابو ذنين سمع خبره وياها جو خبر مع الطريق ان ابوها وعائلتها توفوا. كمال الجنه البارده. كلهم قصبوا على ابوها وعلى عائلتها اتفوا ابوها نتفوا بشيخته وخير داره. حلو. الان بس المن هو؟ العبد والبنت اللي هي عمته. وش سوى هذا الخادم؟ تدرون وش سوى؟ سوى. يوم سمع مع الطريق زي كذا قلب عليها. قلب عليها. ما عندها ظهر. اي ما عشان ما كنا مات. قام يتجبر اي وقام يتجبر عليها. هذا البنت ترى. قام يتجبر اي ولا وزيك مش عارف وذل وذل. دقيقة. هو اللي يقول القصه ولا اسمع لا العادي لابد اسمع اسمع ايش هذا مش اسمع كمل احمد الوكاد طول العمر وقام يذلها وقام يا ولد وهينها الوكاد وجاب الليل وجايب يرقد وشافها تبكي من القهر ومن الذل اللي صابها قال ويقول لها بس نامي يبغى تنام غصبا عنها وربط يقول انها هنا في الحكايه انه ربط قرنها اللي هو قدرتها بيده عشان ما تهرب يبي ينام خلاص تجبر عليها وهي من القهر عيتتنا وانشدت الابيات هذه تقول وامرها عبدها انها تنام وعيته تنام يعني هذا شوف الدنيا دواره الوكاد وهي تقول الابيات هذه يقول هنيكم ترثي على حالها من القهر اللي فيها تقول هنيكم يا اهل القلوب المريحه ملوم عيني لو جرى دمعها دم سلام ابكي هلي اهل الدلال المليحه واخواني اللي كل ما قلطوا تم يا العبد هذه من حكايا الفضيحه خلي السهر لي وانت يا العبد قم نم من اولا نامر تجيب الذبيحة واليوم يا عبد الخطأ صرت لي عم هذه من القهر قالتها الوكاد طول العمر وقالوا كذنتين انه صح انه صح العبد الصباح ولقاها جثة هامدة خنقت نفسها من القهر وماتوا وحكاية ثانية يعني يقولون انها قطعت قرنها وحطت رجلها لين وصلت للعال وانقذت نفسها لكن الحكاية يقولونها انها انحرت نفسها انقهرت عشان نطلع بفائدة عشان نطلع بفائدة والله جد الربع ان الدنيا دوارة في كتاب الاداب لمحمد الشلهوب نعم او اللاعب لا مش اللاعب مؤلف الشلهوب اتوقع اسمه يا محمد او شيء زي كذا اسمه الاداب الكتاب هذا الاداب هذا يتكلم في اداب بشكل عام ذكر نقطة مهمة وذكرني فيها احمد من الناس اللي اليوم ترى قال السالفة هذه العصر حلوين بس ما كانت مركز لكن ترى ليس من اداب الاستماع او ليس من اداب الكلام ترى انك يجي شخص يقول لك سالفه وانت قد سمعتها من قبل وتقول ترى قد قلتها قبل صح ترى من جمال الاستماع انك حتى لو سمعت السالفه من قبل تنصتك لها وتستمع بس ليش احمد اي بس مع شغل الله لا لا بس ابو لا ترى هذا من اداب والله هذه ترى من الاداب بشكل عام احمد ليش عادها لان العصر يختلفون الشباب الموجودين الله عليك وكان فيه تقاطع شوي عيش ايوه عيش فهذا يعني والله ان فيها يعني الدنيا دواره يعني سوار عندك بس اسمح للشباب الان اسمح للشباب انهم يشاركون عيوني في قلبي تعامل الاسره مع الخدم المذكور اذا اكرمت الكريمه ملكته واذا اكرمت لا اي ما تعلم تمرد تمرد ما تعلم تعلم مشيت مع القافيه ابو يا شباب هذا تعلم انت مش رايكم اللي يقول لك السالفه ست مرات ولا يغثك يا تنجح تبدي من هذا قطعت والله تنجح تبدي من وانت ابو اربط سما وانت تسمع سالفه ثلاث مرات ولا اربع على حسب خمس ايام تبي الصدق في بعض الناس يدين يعيد 20 مره طيب. على حسب الشخص وانت ابو عمر انا كذا والله والله شوف انا طال عمرك ما راح اتفلسف لكن شوف اذا شخص والله ما بيني وبينه يعني او في بيني وبينه حدود لا والله بمشيها لا شو اسوي لكن خويي الخاص لا والله لا زبد له خويي خاص يعني ادري انه زعلان مني ولكن في ناس اقبلها منهم يعني على سبيل المثال هذه بيتين على الطاري بيتين يقول يحدثني الحبيب حديث ود ودي فابتسم ثم اطلب ان يعيده يعيده وليس صعوبة في الفهم لكن احب حديثه حبا شديدا هذا اللي انا قصده قلتها سيف قلت في بعض الناس ودي نعيد الناس مره خله يعيد لين يصبر تسمع السالفه ثلاث مرات انا ما عندي مشكله يمكن ذكرها في المجلس وطلب مني في المجلس منهم والله الحمد لله كاي عاده انا زي كنت طالب انا قصه وراء حتى عبره ما ادري عشان ما اقدر ما اعرف ارد وسطيه جيب ابو ما في تعذيب ما احتاج اعذب الموضوع احنا نعيد القصيده 20 مره ونعيد السالفه الشيله 50 مره القصه من فايده عندك قصة قديتها ست مرات تبي تجيب السابعة؟ قاعد أذكر ها؟ قاعد أذكر أجيب قصة سابعة يا ولدي قهوتك تشتقنا على شاي وجاي لا قهوة ولا شاي احنا شاي أصحاب لا قهوة ولا شاي هذا الفجرية تغير سيف عقب الراحة والله 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 ما تغير وين جايك؟ وين جايك؟ سيف بعدنا ذهب ذهب سيف انت عقب الهنجر شفت نفسك سيف والله ما الومك هو ما تغير اني واد انا تصيري ارتب العزبه وازينها واضبط الجلسه وارتب كل حاجه اي كم واسمر ذاك الليل اقوم الصبح ما اقول شيء ما
والله العظيم عاجز انا مت ورب البيت انك صادق يا ولد تعب انا اروح اركض وراهن ست ساعات راح ادور اغراض والله تعب والله تعب والله تعب ورا الخيمه هذه يا في كنز عظيم اي والله والاغراض والمواعين ترى متجر بستي 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 متجر بستي يا مشاري ما اعرف اسولف صاير متجر بشتي والله كله ترى موجود هنا ضار ورا الخيمه الشباب ياخذون قهوه ورا العمال بس رجل الله العظيم اقسم بيت الله اني اتهدد فيها وتدرون استانس استانس سووني لحالي اسوي قهوه وشاي استانس قهوه على كيفي ولكن اقوم القى الدنيا ما هي مضبوطه واذا خليتها يوم واحد اجي القى واحد مسوي فيها حليب مجنون هو لو عارفه ذبحته ذكيت يسوي فيها حليب حق القهوه والشاي المفواح عرفت المفواح حق القهوة ذاك اليوم ذاك اليوم جاء واحد شاب مسوي فيه مسوي حليب بعده مسوي حليب جيبوا لي دلة جديدة وبيت جديد وفواح العزبة اللي ماتت قبل ايام التعليق عزبة فيصل تدشنت وماتت اليوم الثاني التعليق جابوا لي اقسم بيت الله كثر ما اجيب هذولي اني ما ادري وين يروحن ينبل عن بلو ومصيهم يجيبونه ان شاء الله يجيبونه هذن يهذ في حد الشيخ بلدع كنا نشوف طلع علي تكفى يا علي ودي اسمع اذانك اذانك والله العظيم اصلا انا رايح هذا مش حد اذانك حلو ذاك اليوم يا مدد ولا ادن ابو سحاب بس اذانك ذاك اليوم زين ابو سحاب كل شيء وينه زين سم اذاني واحد من عجيب إيه الحين كم عمرك علي 16 علي صدق صرح بعمرك علي كم؟ صرحت كم عمرك؟ 15 15 لا ادري اخوي اللطيف كم عمره؟ 28 ها؟ ما اعرف احسب هذا 28 27 اما علي الجاله علي الجعيدي افضل سنه مرت عليك ان شاء الله كل السنين طيبه ولكن افضل سنه عشان احنا معها الان هذه هي ها؟ ما تشوف لك سنه تحس انها فارقه الا وش هي؟ قبل 8 سنين اي عمر كنت 20 شنو الاحداث اللي صار فيها كبير يعني تشوف انه حلو تقدر تقوله ولا لا شنو علم يس انا تدق ها كانت حياتي مرتبه انا في الصيف فاضي ما عندي شيء في الصيف استراحه مع الشباب ونسين يوميا مستمعين واخبار ما تذوق السجه صح ما تسج وفي الشتاء بلا شهر في البر ومع الشباب بعد مرة يجون مرة يروحون حتى لو قعدوا لحالي في البر لو قعدوا لحالي عادي يا سلام هذا أطلق الجدول لكن جمعة الاستراحة ذيك عجيبة بطل عجيبة إلى الآن الاستراحة ضحك 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 إلى الآن فرقتك الدنيا بالوظائف إلى الحين استراحة لكن مين من ذيك اللي قبل ما زلت اللي توظفه ولا تزوجه يتشتت هذا اللي أكثر تزوج تزوج خلاص زين أبو صالح ولا يقصر بالعيال نامك أكبر ولا مقصر فيك تسمعون تشوف يعني الزواج يغير الرجال جذري فعلا بعضهم يتغير وبعضهم يبقى على ما هو عليه ولا اكثرهم هل تشوف ان الصح انه يتغير؟ يتغير من ناحيه ايش؟ هنا السؤال يتغير من ناحيه ايش؟ يتغير من ناحيه انه يطلب وقته هذا تغير جميل انا هذا اللي اقصد انا هذا اللي اقصد انا شخص تزوجت الله اكبر الله